يقول: أدرس في الرياض ونويت أن أقضي العطلة الصيفية في مكة، وأنا مقيم بمكة الآن منذ الإجازة إلى الآن، وأجد في نفسي أن أخرج من مكة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإتيان بعمرة أخرى من هناك، فهل الأفضل بقائي في مكة أم الخروج والإتيان بعمرة؟ قولك تسافر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي فيه، لا شك أن هذا فيه فضل، زيادة خير، تجمع بين زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي وتأتي بعمرة، زيادة خير، هذا طيب. نعم.